فونا اكيد بكل التفاصيل. خلونا نبدا بمراد ابو جلال مراسلنا المتالق من السعوديه عشان يقول لنا اخر التطورات طبعا لبعثه فريقنا واخر التطورات في السعوديه بشكل عام. يا مراد برحب بيك، وماذا لديك اليوم؟ برحب بكم زملائي الاعزاء احمد حازم نادين تيسير، كل التحيه ليكم من هنا من مقر اقامه بعثه الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك، واللي بالتاكيد بتستعد لمواجهه الهامه والمرتقبه امام النادي الاهلي اليوم الساعه 9 مساء على ملعب المملكه ارينا في نهائي كاس السوبر الافريقي. بالتاكيد يا حازم ونادين تفاصيل كثيره جدا، بدايه من المران الختامي امس واللي شهد تسابق وتبار لاعب نادي الزمالك في طبعا الدخول في القائمه الرئيسيه. يمكن كان جميع اللاعبين بيحاولوا ان هم طبعا يبذلوا اقصى مجهود في التمرين لنيل اعجاب طبعا المدير الفني مستر جوزيه جوميز، اللي ركز على اكثر من طريقه ان شاء الله باذن الله هنشوفها في مباراه اليوم امام النادي الاهلي. يمكن الحارس طبعا حارس مرمى نادي الزمالك كابتن محمد صبحي شعر باصابه عضليه كده، وعلى الفور قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك الاستعانه في اليوم ان شاء الله بحارس المرمى كابتن محمد عواد ليكون حارس مرمى الفريق في مباراه اليوم امام النادي الاهلي. يمكن هنتحرك النهارده ان شاء الله من فندق الاقامه الساعه 7 مساء في اتجاهنا لملعب المملكه ارينا، هيكون الساعة 6:30 كده التجمع والتحرك الساعة 7 مساء. أيضا يمكن كان نجم نادي الزمالك الكابتن أحمد حمدي متواجد في معسكر نادي الزمالك لمؤازرة وشد أزر اللاعبين، كان واقف كده مع كابتن زيزو وكابتن نبيل عماد دونجا واتكلموا طبعا في أهمية مباراة اليوم وحمس اللاعبين. أيضا دور كبير لكباتن الفريق كابتن شيكابالا كابتن عمر جابر كابتن زيزو اللاعبين الكبار في الفريق في طبعا الشد من أزر اللاعبين وإعطائهم ثقة في مباراة اليوم. يتبقى فقط توفيق الله عز وجل لحسم هذه المواجهة الهامة. زملائي الأعزاء أحمد حازم نادين تيسير هطير إليكم من فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى التغطية الخاصة، ومستمرين معاكم على مدار اليوم إن شاء الله. إليكم الكلمة.